عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم جيت نقدم لكم وصفه بزاف هايله وخفيفه تاع سلطه برغول، ولا سلطه بالبرغول. فوالا، شوفوا الشرح، شوفوا هذا البرغول كيفاش جاي ويتباع عند العشابين. هذوك اللي يبيعوا الاعشاب تلقاو عندهم البرغول. دوكا انا نوريكم كيفاش نستعمله. هذا جاي كيما الفريك، حاجه الاولانيه نغسلوه كيما نغسلو الفريك، يعني نحطوه. دوك نوريكم كيفاش. راكم تشوفوا معايا، نحطه في اناء هكايا ونبداو نفرغوا له الماء كيما الفريك سوا سوا، باش يطلعوا هذوك الشوائب، هذوك يطلعوا كاع يتكم الفوق على السطح تاعو، ونحلوا هذيك الغبره هكا ديروا. فوالا، يعني خلطه هكا هاولي كيما راكم تشوفوا. دوكا هادو ما اللي طلعوا كاع من الفوق نروح نرميهم ونعاود العمليه 3 خطرات قبل ما نبدا نطيبوا، باش نحي كاع هذيك الغبره اللي راهي فيه. شوفوا معايا في هذه الغسله الثالثه يعني الاخيره، تلاحظوا انه الماء تاعي تقريبا راهو صافي وما فيهش بزاف تخش من الفوق. هنا دوك نرميو هذا الماء ونعاودو ريكوبيريو البرغول تاعنا باش نبداو نطيبوه. هلا كيما راكم تشوفوا هنا، بعد ما صفيتهم هذاك الماء اللي كان فيه حطيته في لاكاسرول اللي حنطيب فيها. دوكا واش نروح نضيف؟ نروح نضيف كونتيتي تاع الملح صغيره. بالنسبه للملح على حسب نتوما واش تحبوا. انا ضفت كميه صغيره باسكو باكا حندير لي كورنيشون داخل، وعلى بالكم بلي لي كورنيشون بزاف مالحين، وحنزيد ندير الاخر باش ما تجينيش بزاف مالحه. ونبدا نضيف الماء. بالنسبه للماء ضيفوا حتى تشوفوا بلي هذاك البرغل تاعكم تغطى. فوالا هكذا ما نزيدش. هاولي كي شفت البرغل تاعي راهو مغطي ما نزيدش. دوكا هذيك راح نحطه فوق الفرن ونخليه يغلي، يعني فرن على نار متوسطه ونخليه يغلي. كي يغلي راح تلاحظوا بلي انه تنفخ، يعني هاد الحبه تاع البرغل راح يتنفخوا. نتوما واش ديروا؟ ارفدوا بشويه يعني حبه ولا، وذوقوها اذا شفتوها دخلها الطياب، يعني ماشي حتى تتعجن باسكو هي يحب بزاف الماء. تشوفوا بلي دخلها طياب حتقدروا تاكلوها، يعني حيكون القوام تاعو كيما تاع الرز سوا سوا، تقدروا تاكلوها. ايا بيان نحوها، واذا شفتوا مازال ما دخلهاش طياب والماء بدا ينشف ابداو زيدوا الماء بشويه حتى تشوفوه طاب لكم. واش نديرو دوكا؟ ديك نروحو للتزيين باش نزينو. على بالكم بلي نسحقو بيض مغلي. البيض مغلي هذايا واش نديرو فيه؟ على لا ماجوريتي كاع نغليو البيض ونعرفو نغليو البيض، مي بصح كاين من الطريقه الاخرى، كاين طريقه تاع اللي نغليو بها البيض نفقدولو، يعني نخلوه يفقد كاع هذيك القيمه الغذائيه تاعو. احسن يعني طريقه اللي نغليو فيها البيض ويخليوه يحافظ على القيمه الغذائيه اللي فيه من بروتينات وما غيرها، هو انه نحكمو كاسخول نديرو فيها الماء نحطوها فوق الفرن نخليه يغلي نخليه يغلي. كي تشوفوا الماء هذا بدا يغلي، هذاك لو مومون ارفدوا البيض تاعكم، بيان سور تكونوا غسلتوه، حطوه داخل لاكاسخول وخليه، احسبوا له 10 دقائق. 10 دقائق طفوا عليه، ثم البيضه تاعكم تكون تغلات وطايبه وعندها كاع القيمه الغذائيه فيها محافظه عليها وما راحتش. دوك انا نوري لكم الطريقه، نحط هذا الماء يغلي ومن بعد نتلاقى بكم. لا كيما راهم يغليو دوكا تيك نضيفو الحبات تاعنا، الحبه الاولى والحبه الثانيه، نقولهم 10 دقائق ونطفو عليهم. البرغل تاعي بعد ما طاب لي نحيتو، يعني راهو طايب راهو داخل طياب ماشي خطر. دوكا تيك نخليه هكايا حتى يبرد يولي على درجه حراره الغرفه، وما تنساو تحطوه في كسكاس باش يقتل لكم من تحت الماء تاعو باسكو يرفد بزاف الماء باش ما يجيناش معايا كي ناكله. دونك خلوه حتى يبرد، وان باراليل راهو يقتل لنا هذاك الماء تاعو، ديروه في كسكاس ومن بعد كي يبرد لي نعاود نولي معكم نوريكم كيفاش نكملو. البيض تاعنا بعد ما جازو 10 دقائق وطفيت عليه راهو واجد. دوكا نغسلو من هاد الاخر ونخليه يبرد ومن بعد نقشرو. دوكا بعد ما برد لي هذاك البرغل تاعي خليته حتى برد لي عيونالي على درجة حرارة الغرفة ودخلته الفريجيدار ان مومون، نقول لكم البنات كي فوتي طيب تنحاه وتحطوه في الكسكاس بالاك، وتروحو تغسلوه ولا تشلوه تحت العين باسكو راح يفسد حيتعمر ما وباك ما يتنكلش يدار ما باسكو يشرب بزاف الماء. دونك غير كيما قلت لكم غير نحاه هو سخون نحطوه في الكسكاس باش يقدر يتنحالو كاع هذاك الماء اللي فيه، ومن بعد خلوه يولي على درجة حرارة الغرفة ودخلوه داخل الفريجيدار. فوالا دوك نبداو خدمتنا. هنا واش عندي؟ هذا ما يحبش، يحب غير الخضر، ما يحبش زعما الطون ولا ما تزيدوا له حتى فصح اخرى على الخضر ولا لا مايونيز بالك تزيدوها له. بون هنا واش راكم تشوفوا عندي؟ راني مقطعه بصل صغيره، عندي كورنيشون مقطعته، طوماطيش والفلفل مقطعتهم صغار. اللي يحب تزيد المايس تزيد المايس. دوك نرميهم كاع لداخل وما تزيدولوش الملح، ما تنساوش بلي طيبناه في الملح، يعني درت له كميه صغيره من الملح، وثاني ثاني درت له الكورنيشون باش ما يجينيش مالح بزاف. على بالكم بلي لي كورنيشون يبداو الملوحيه.
بعدها ما ديروا له ني خل ني غيان ني زيت ني والو، واش تروحوا تروحوا تعصروا له القارص فوالا، ديروا له عصره تاع القارص ونخلطوا كاع هذوك المكونات تاعنا بالعقل من فوق لتحت بزاف هايل. وامو باش تبدلوا شويه يعني لي سالاد لي ما فين ديروهم بلاك ديروا له الزيت ولا ديروا له الخل، ديروا له القارص وفوالا. هاوليك بعد ما كملت الخلط تاعي دوك هاديك نروحو نقدموه. كل وحده وكيفاش تحب تقدمو، انا حنديرو داخل هذا باش يهبط لي هكذايا باش نهبطو. دونك نعمرو لو بول تاعنا بهاد الطريقه ونعبزو غير شويه من هنايا ماشي حتى يتعجن لي هكا شويه باش يشد روحو. بزاف هايل وغني بالفيتامين وملح كانت للاستومو. تبدلو شويه من لي سالاد لي ما كنا ناكلهم كيما قلت لكم فوالا. هما يعني في البلدان الاوروبيه يقدموه مع الرمان، الجوز اللوز المكسرات وسي اللي حبيت دير دير. بون بعد ما درتو هاكم نروح نحكم طبسي دير هاك دير هاك. يعني التقديم يولي ليكم كل وحده كيفاش تحب تقدمه. وهاي لك هذيك البيضه اللي طلبتها مقبله اللي قلت لكم باللي طابت وباش تطيب لكم صحيه. دوكا شبحوا كيما تحبوا يعني التزيين يولي ليكم. وما تنساوش بالك تشلوا البرغل باسكو لو كان تشللوه راح يفسد لكم ويجيكم معمر ما بون. هادي كل وحده واللمسه تاعها، كل وحده كيفاش تشبح لو بلا تاعها يعني صح التقديم تاعها. انا نكتفي بهذا المقدار. هذا هو اليوم واش وجدت لكم، ان شاء الله تكون عجبتكم. بون اذا حبيتوا تزيدوا لها الزيتون زيدوا الزيتون، تقدروا تزيدوا لها زيتون يعطي البنه ثانيت. فوالا هذه هي الوصفه تاع اليوم، نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم وان شاء الله ثاني تجربوها وتبعثوا لي على الانستغرام تاعي، وان شاء الله ثاني نتلاقاو الخطره الجايه في وصفه اخرى ان شاء الله. سلام.